أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية المرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي. النهاردة معدنا مع نص جديد من النصوص المقررة علينا للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وهو نص وطني للشاعر أحمد مخيمر. تعالوا نتعرف مع بعض أكتر على نص النهاردة بعد ما نقراه ونتعرف على الحاجات الخاصة. طبعا زي ما انتوا تعودتوا معايا اعزائي الطلبه ان قبل ما بنقرا النص او بناخد فكره عنه، المفروض ان احنا نتعرف على الشاعر او قائل النص، بناخد نبذه مختصره عنه، واهم حاجه ان احنا بنعرف تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه والشاعر بتاعنا جنسيته ايه، لان ممكن يكون سؤال معايا في الامتحان. قلت وسبق ذكر ان الشاعر اللي قائل نص وطني النهارده هو الشاعر أحمد مخيمر. الشاعر بتاعنا هو شاعر مصري، ولد عام 1914 وتوفي عام 1978. يبقى عرفنا تاريخ الميلاد 1914 وتاريخ الوفاة 1978. طيب بعد ما تعرفنا على الشاعر أو قائل النص، تعالوا نقرأ مع بعض النص ونتعرف عليه. النص بيقول: وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهوايا وأيامي، ورضا أمي وحنان أبي، وخطى ولدي عند اللعب، يخطو برجاء بسام، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وصبايا وأحلامي. هتف التاريخ به فصحى، ومضى وثبى ومشى مرحى، حملت يده شعل النصر، وبدا غده أمل الدهر، وطني وصبايا وأحلامي. في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي، لمعانيها هتف الحب، ولماضيها خفق القلب، وطني وصبايا وأحلامي. بدم الأحرار سأرويه، وبماضي العزم سأبنيه، وأشيده وطنا نضرا، وأقدمه لابني حرا، فيصون حماه ويفديه بعزيمة ليس هجام. كده نكون قرينا النص كويس قوي. بعد ما قريناه تعالوا نتعرف على شرح الأبيات اللي قرناها مع بعض. دلوقتي اعزائي الطلبة والطالبات جه دور شرح الأبيات. بالنسبة للنص بتاع النهاردة نص وطني، كلماته سهلة جدا تقدر توصلنا لشرح مبسط، حتى لو محفظناش شرح الكتاب بالظبط، من خلال فهمنا للأبيات وحفظنا للأبيات كويس هنعرف نشرح بطريقتنا احنا. شرح الأبيات ببساطة بيقول: وطني هو المكان الحبيب الذي نشأت فيه، وقضيت أيام الصبا والشباب، وهو موضع حبي وأملي، فيه سعدت برضا أمي وحنان أبي، وقد رأيت خطوات ولدي عليه وهو يلعب ويلهو، وله أمل كبير في مستقبل مشرق. وطني عريق له بطولات وانتصارات منذ فجر التاريخ، لم يتأخر عن أداء الواجب، بل ينهض مسرعا ويحقق المجد، ويمضي من نصر إلى نصر نشيطا سعيدا، وكله أمل في المستقبل. على شاطئ النخيل وفي ظل النخيل جلست أسترجع تاريخ أجدادي المليء بمعاني سامية وعلاقات يسودها الحب ويسعد بها القلب. هذا الوطن العظيم سأضحي بدمي في سبيله، وسأبنيه بعزمي القوي، وأرفع شأنه ليكون أعظم الأوطان وأجملها، وأتركه لابني حرا ليصونه ولدي
ويحميه بقوة وشجاعة كما يحمي الأسد عرينه. ده ببساطة جدا شرح الأبيات. تعالوا ننتقل مع بعض إلى اللغويات الخاصة بأبيات نص النهاردة، وبرضو هنلاحظ إن تعالوا نتعرف مع بعض أعزائي الطلبة والطالبات على أهم اللغويات الخاصة بنص النهاردة. كلمة سيباي صغري وشبابي، الدهر الزمن، أصغيت استمعت باهتمام، خفق القلب اضطرب وتحرك، سأرويه سأسقيه، أشيده أبنيه، نادرا نادرا متفتحا والمراد به الذهب، هتف التاريخ ناداه بصوت عالي، يسوق يحمي، مضى انطلق، حماه أرضه، وثبا قفزا، العزيمة الإرادة المؤكدة، ليث وهو الأسد، بدا ظهر، الرجاء الأمل. ده بالنسبة للكلمة ومعناها. تعالوا نتعرف مع بعض على كمان المفردات والجموع والمضادات في أول كلمة معايا أعزائي الطلبة والطالبات في الجموع والمضادات. هناخد أول صف معايا الكلمة وجمعها. كلمة هوى جمعها أهواء، رجاء رجاءات ورجاوات. ناخد بالنا إن بتجمع على كلمتين جمعين. وأيضا كلمة ظهر تجمع على أظهر وظهور. وكلمة الوادي أيضا الأودية الوديان. عزيمة جمعها عزائم. ليث اللي هي كلمة بمعنى أسد زي ما خدنا في الجدول السابق، جمعها ليوث. خطوة تجمع على خطى وخطوات. شعلة تجمع على شعل وشعلات. نيجي للصف التاني معايا الكلمة ومضادها، يعني الكلمة وعكسها. كلمة صباي هنا المضاد شيخوختي، حنان مضادها قسوة، أشيده أهدمه، نضرا ذابلا، يصون يفرط ويبدد، بسام عابس، هجام مضادها جبان ومتخاذل، هتف سكت المضاد سكت. يبقى كده اتعرفنا أعزائي الطلبة والطالبات على الجدول السابق كان الكلمة ومعناها، والجدول ده معايا كان بينقسم إلى شقين، الشق الأول الكلمة وجمعها، والشق الثاني الكلمة ومضادها. تعالوا دلوقتي نتعرف على آخر حاجة معايا في نص النهاردة زي ما تعودنا على أحسنتوا، الصور دلوقتي هنشوف مع بعض الصور الجمالية بتاعت نص النهاردة نص وطني. أول صورة معايا بتقول وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهوايا وأيامي. تعبير جميل جعل فيه الشاعر الوطن صباه وأحلامه وعمره. تعبير جميل جعل فيه الشاعر الوطن صباه وأحلامه وعمره. كلمة أو جملة بسيطة جدا نقدر نوضحها أو نقدر نعبر بيها بأسلوبنا، حتى يعني نعبر عنها بأسلوبنا إحنا، مش ضروري إن إحنا نبص للكلام ونقوله بالظبط، لا، إحنا لو فهمنا البيت عايز الشاعر عايز يقول من البيت ده نقدر نوصل لصورة جمالية منتهى السهولة. فالصورة الأولى أنا شايفة إن هي في منتهى السهولة معايا، بتقول هنقولها تاني مع بعض، وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهوايا وأيامي. تعبير جميل جعل فيه الشاعر الوطن صباه وأحلامه وعمره. الصورة التانية معايا بتقول ورضا أمي وحنان أبي. تعبير جميل يدل على أنه لا معنى للوطن دون أسرة ينعم بدفئها، ولا معنى لأسرة في غياب الوطن. الصورة الثالثة معايا هتف التاريخ به. تعبير يصور التاريخ، برافو عليكم أحسنتم، بإنسان ينادي الوطن
ويدعو إلى المجد ليدلل على العلاقة القوية بين مين ومين؟ بين الوطن والتاريخ. الصورة الرابعة: أصغيت لقصة أجدادي. تعبير يدل على ارتباط الشاعر بماضي أمته المجيد. الصورة الخامسة: وأشيده وطنا نضرا. شبه الوطن بالبيت الذي يبنى. الصورة السادسة بتقول: يخطو برجاء بسام، تصوير للرجاء كأنه إنسان كثير التبسم، وهذا يدل على المستقبل المشرق. الصورة السابعة معايا: ومضى وثبا ومشى مرحا، تصوير الوطن بصورة إنسان يسرع للمجد ويمشي في سعادة وفرح. الصورة الثامنة والأخيرة معايا: وأقدمه لابني حرا، تصوير للوطن بصورة هدية جميلة يقدمها لابنه. وبكده نكون خلصنا مع بعض أهم الصور الجمالية لنص النهاردة، نص وطني. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا في كل حاجة من ساعة ما بدأنا النص مع بعض. قرينا النص، عرفنا شرح الأبيات كويس قوي، بعد كده تطرقنا إلى أهم اللغويات والجموع والمضادات، وأخيرا الصور الجمالية. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية بدرس جديد إن شاء الله.